نستمع الآن ليكو الصدى. إنه الصدى. يا دلالي قرية الرسمة هذه قرية الرسمة وهذا حصن لم يبقى سوى جداره إنها جبال بني زناس وهذه طريق زقزل هذا حائط الحصن كان جدار يدور حول القرية هذا ما تبقى من الحائط وهنا كان يسكن أهالي قرية الرسمة يا إنها جبال بني زناس يا إخواتي.